سلام ونور ومحبة لكل روح مرت من هنا. أحبك كيفما كنت وأينما كنت، بعيدا عن أي تصنيف من تصنيفات البشر. تقول القاعدة 29 من قواعد العشق 40: إن القدر لا يعني أن حياتك مقدرة سلفا تقديرا تاما، ولهذا فإن ترك كل شيء في يد القدر وعدم الإسهام إسهاما فعالا في موسيقى الكون علامة من علامات الجهل المطبق. إن موسيقى الكون منتشرة وعامة ومؤلفة على 40 مستوى وفي غاية الاختلاف، وقدرك هو المستوى الذي نعرف فيه لحنك. ربما لن تغير أداتك الموسيقية، لكن مدى الإتقان في العزف يعتمد عليك اعتمادا كاملا. سلام.